سهلا فيك دكتور، نفتخر فيك دكتورنا. لو سمحتي يا موضوعنا كان حساب الجرعة عند إنسان بالغ، حساب وقياس الجرعة الميكروفون. عند إنسان بالغ في بعض الأعضاء الهامة عند هذا الإنسان. ليش إجا هذا البحث؟ ليش إجتنا الفكرة إجراء هذا البحث؟ إجتنا فكرة في طالبة الماجستير عائشة، كانت من طلابي، لما ناقشت كان في هناك بعض الأعضاء المحسوبة ببرنامج الـ MCNB عم تعطي قيم كبيرة للجرعة، وكان في أحد أعضاء لجنة الحكم من هيئة الطاقة الذرية السورية، ف يعني هن كمان نفس الشيء عم يلاقوا برنامج الـ MCNB عم يحسب بهالنقطة هاي بالذات، عم يكون في خطأ. ما في نقول خطأ، بدنا نتحقق من هذا إن كان تجريبيا. لذلك كانت الفكرة إجراء تجربة أو بشكل تجريبي قياس الجرعة، وطبعا قياس الجرعة داخل العضو على إنسان حي ليست بالأمر السهل. لذلك تواصلت أنا مع أكاديمية الطب في مدينة إيجيفسك بروسيا الاتحادية، مع الدكتورة اللي هي كان اسمها بالبحث يغوركينا سفيتلانا، وحددت لي وقت انه اكون موجود، ورحنا واستخدمنا كواشف او اس ال اللي قمنا بزراعتها باعضاء اشخاص توفوا حديثا، وقسنا الجرعة الداخلية وعلى سطح الجلد بآن واحد بالسي تي الكمبيوتر توموغرافي المحسوب. طبعا الحساسات اللي استعملناها، شو عملنا نحن؟ زرعنا الحساسات على سطح الجلد، الاو اس ال هاي هي عبارة عن حساسات مصنوعة من اكسيد الالومنيوم المطعم بالكربون، يعني بشكل نانوي، لذلك هي حساسة جدا للأشعة وتحسب الجرعة بصورة دقيقة. فزرعت، أعطينا أرقام للحساسات اللي حطيناها على سطح الجلد، أرقام فردية وبمقابلها الأرقام الزوجية حتى ما نخربط لما بدنا نحسب الجرعة بالجهاز. هأرجيكم الجهاز شلون بيتكون. أول شيء قبل ما إذا الجهاز هو عبارة، هذول الحساسات بعد ما أنا يتعرضوا للأشعة الحساس، في عندي جهاز موصول على الحاسب مثل ما أنتم شايفين، باخذ كل حساس وبحطه وبيعطيني جرعة على الكمبيوتر. طبعا أنا أخذت 4 جثث لامرأة عمرها 58 وزنها 65 كيلو، و3 رجال عمرهم الوسطي ووزنهم الوسطي حوالي 69 كيلو وعمرهم بالسبعينات يعني هيك. فحسبنا، وضعنا الحساسات على الرأس أو على الصدر وأجرينا العملية القياس. شو الغاية من العملية هاي؟ أنا أول غاية هي أنا قيس الجرعة داخل العضو، الجرعة داخل العضو على والجرعة المقابلة له على سطح الجلد. فبهالحالة هي أنا استطعت إيجاد معامل ضرب. إذا قست بعدين الجرعة على إنسان حي على سطح الجلد، بضربها بهالمعامل تطلع قيمة الجرعة داخل العضو. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية كانت هي أنا بدي أرجع، مشان البرنامج اللي اشتغلناه نحن بالماجستير، بدي أرجع أستخدم برنامج المحوسب MCNB، هو برنامج أمريكي. هالبرنامج الأمريكي نقدر نقوم بنمذجة لجسم الإنسان حسب وزنه، حسب كتلته، حسب حجم العضو، تركيبة العضو إلى آخره. ففي برنامج اسمه ميرت 5، هذا نموذج لجسم الإنسان. فبنرجع بنحسب من أول وجديد بالبرنامج، وبنحسب وبنقيس للعضو.
بعدين كمان بطلع معامل جديد بين البرنامج القيمة المحسوبة والقيمة التجريبية. بهالحالة هي أنا ما عاد بحاجة ارجع قيس مرة تانية، صرت أنا مباشرة بعمل نموذج لجسم إنسان أو امرأة، طولها وزنها إلى آخره. فأنا بهالعملية هي بس احسب بالبرنامج MCNB بضرب بالمعامل وبيطلع معي الجرعة الحقيقية كأنها جرعة تجريبية، وهذا هي كانت الخطوة. فلا أرجيكم شو قدرنا نوصل. حددنا أول شيء الأعضاء اللي لازم نحن ندرسها، حددناها وبمساعدة أطباء طبعا، دكتورة سفيتلانا يغوركينا هي فيزيولوجيا تعرف وين لازم نحط كل حساس وين الحساس الثاني اللي فوق منه لازم يجي بحيث انه. فصورنا للرأس وصورنا للصدر وحسبنا الجرعة على سطح، قسنا الجرعة على سطح الجلد وداخل العضو. فنشوف النتائج اللي طلعت نتيجة القياس. اذا هاي الحساسات اللي طلعت، هاي اول جدول بيبين لي القياسات اللي قسناها. اذا absorbed dose values in the بالاعضاء اللي نحن قلناها where سر اللي حطيناهم بشكل جراحي، جراحين حطوا الحساسات وشفنا قيمة الجرعة. بعد ما قسنا قيمة الجرعة بهدول الاثنين بدي انا اطلع شو المعامل عند يا دكتور نقولة. بس خلي مك على إذا أنا بعد منها طلعت قيمة معامل ضرب، إذا ضربته بالجرعة اللي طلعت على سطح الجلد لازم تطلع الجرعة اللي داخل العضو. صار عندي لكل عضو بهالحالة هي قيمة معامل، تمام؟ إذا هي حاجه هالجداول عم بين لي قيم اللي انا حسبتها. شوفوا internal dose المهندسي سمته، بتحب تحط اسمها عائشه فسمته للمعامل عائشه نيكولا هاني عماشي لانه مشارك معنا بالبحث، فاخذت سمت المعامل اللي نحن عملناه اش ان، هي بتحب تفتخر بحالها فانا كنت ما بدي اسميه هيك اسم فسمته هذا المعامل لانه قال نحن سويناه. فهذا المعامل اذا ضربته بيطلع معي بانترنال دوز، بتطلع معنا انترنال دوز الاكسترينال الجرعه على سطح الجلد تساوي هذا المعامل اللي طلعناه مضروبه بالجرعه الخارجيه، الجرعه الخارجيه ضرب هذا المعامل بتطلع الجرعه بداخل العضو. انا بهالعمليه ما عاد في حاجه اعمل اخذ جثث وكذا والى اخره. صار عندنا لاي انسان عادي بدي اعمل له تصوير حط له بس الحساسات برا على سطح الجلد بالمقابل كل عضو، وبالتالي بإمكاني أعرف الجرعة داخل العضو. الخطوة اللي بعدها رجعت عملت نموذج نفس النموذج، طلعنا قيم الجرعات الداخلية بالبرنامج MCNB. بعد ما طلعناها طلعت القيم الجرعات، قارنت بين الجرعات اللي أنا حسبتها بالMCNB مع الجرعات اللي اسناها قياس بروسيا، تمام؟ طلعت معامل جديد سميناه سمته كمان عائشة 2، هذا هو المعامل اللي طلعناه internal dose تطلع absorbed dose in MCMB بالبرنامج المحسوب مقسومة على المعامل الجديد عائشة 2، تمام؟ ف بهالحالة هي أنا شو وصلت للنتيجة؟ النتيجة اللي وصلنا لها أنه أنا ما عاد بحاجة لقيس قياس أو يشتري حساسات. صار عندي هذول الجداول حيساعدوني. هلأ بيجوز هلأ الأمريكان اللي عملوا هالبرنامج يرجعوا يعملوا تعديلات فيه بس يشوفوا، وإن شاء الله طبعا هيئة الطاقة الذرية اللي سألنا هذيك المرة يشوف هذول المعاملات، أو واحد يفهم بالبرمجة يرجع يفوت على البرنامج الـ MCNB يشوف وين في بعض الأخطاء أو الثغرات اللي لازم تأخذ بعين الاعتبار. إذا نحن مع العملية هاي الـ internal dose صارت جرعة داخل أي عضو بدي إياه،
باخذها من الجرعه المحسوبه بالام سي ان بي وبقسمها على المعامل اللي احنا اوجدناه. بهالحاله هي انا صار عندي هذا المعاملات اللي بيحب يطلع عليهم بنعطيهم، صار عندنا معاملات، هالمعاملات بيفيدوني بالانتقال من الام سي ان بي للجرعه التجريبيه او بالعكس. وكذلك صرت انا بقدر بعرف اذا قست الجرعه لانسان عادي طبيعي عايش، قست له الجرعه كمان على سطح الجلد، بضربها بالمعامل الاولاني اللي بدون الانقاش الاولاني، بيطلع معي الجرعه داخل العضو. وبتشكركم، وهذا هي نتائجنا واللي شفناها وبعدين رسمناها على الاكسل. هاي الجرعات، قيم الجرعات لكل عضو من الاعضاء المحسوبه، وشو اسمه، فيك تطلعوا معامل، من فينا نطلع المعامل حتى من الرسمه من وفينا نطلعها حسابيا، وناقشنا النتائج وشفنا وين في، وين عم تكون الجرعه كبيره باي عضو اكبر وباي عضو اصغر. واي سؤال اهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا لك دكتور نيكولا. هاي المراجع موضوع مهم، وصار يعني صار هون احسن من ثابت بلانك، صار عندك ان اتش، صار ثابت هذا المعامل، بكره بياخذوه بصيروا بيعملوا ابحاث. وجدناه لحتى نريح، يصير اذا واحد عمل بالنمذجه والمحاكاه يعمل نموذج للانسان، ما بحاجه للانسان يرجع يحط له يلزق له اي لزقه، خلص لازم يعرف الجرعه 100% لاي، لكل عضو من الاعضاء له معامل. حدا عنده تعليق او مداخله؟ دكتور سؤال، لا انت عملت الدراسة على 4 اشخاص والمنطقة اخذتها من منطقة واحدة، ففي عندك اشخاص يختلفوا يعني الخلفية الاشعاعية من كل منطقة، وكمان من منطقة واحدة واعمار يعني كبيرة، فنحن ما فينا نعمل خلفية اشعاعية، لا انه كل اشخاص بيختلفوا من منطقة لمنطقة والاعمار ما طبعا بيختلفوا، نحن 4 اشخاص حسب عمق المرض، حسب عمره وزنه، فهي رجل إذا ضخم طبعا بده يكون بعد المرض أكبر، يعني حسب تخامد، يعني تخامد أشعة بجسم الإنسان حيختلف الجرعة، لأنه هلأ الجرعة هتكون على سطح الجلد أقل من الجرعة داخل العضو، فلما أنا أخذت النسبة بيناتهم قديش هالخلف، هو هذا المعامل، المعامل هي النسبة بين قيمتين، قيمة الجرعة على سطح الجلد وقيمة الجرعة داخل العضو. يعني نحن كمان بشكر دكتورة رنا ساعدتنا كثير بالموضوع، مع انها هي دكتورة بالصيدلة اجت ما شفتها الا متاخرة شوي، كمان هي ساعدتنا كمان دكتورة بالصيدلة، فكان لها يد باع كبير بمساعدتنا باختيار الاماكن اللازمة لقياس الجرعة. شكرا كثير. شغال اوكي. انا بس بدي اتشكر الدكتور نيكولا، وتشكر الدكتوره من روسيا الدكتوره براء، الدكتوره او عائشه كمان على كل الجهود. يعني عاده صار في تقليد عنا انه كل واحد بده يتفرد هو بالبحث العلمي، ما بده حدا شريك معه مشان يطلع اسمه برا، العكس تماما، ما في حدا بيشتغل لوحده، كله بيتعاون مع كله مشان يطلع معه منتج، مشان يطلع معه نتائج كثير ايجابيه. ومثل ما حكى الدكتور محتمل هذا الثابت يتثبت ويتسجل، يعني لانه نتيجه علميه اجت نتيجه تعاون مع روسيا، بياناتنا هون مع الصيدلي مع الطب البشري مع كل العالم اللي متحمسه تشتغل، رغم الصعوبات متحمسه تشتغل. فبس هي النقطه اللي بدي انوه الان. شكرا دكتور هاني، عشان هيك المهندسه عائشه سمته ان اش مشان ما ينسرق، قال مشان نحط اسمه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه، خلينا اياكم.